السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقامي بلندن. نص شعري المستوى الخامس المنير في اللغة العربية على بركة الله. الصفحة 37 و38. إذن هذه الصفحة وهذه الصفحة 37 و38. أذكر بعض الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة إلى بلدان أخرى. إذن نذكر بعض الأسباب. إذن الأسباب: الدراسة، العمل، الحروب، مثلا السوريين الآن والعراقيين في بلادهم حرب مما يدفعهم إلى الهجرة، فهم يسمون لاجئين، فهم يعني بسبب الحرب هاجروا. وهناك السياحة، من يهاجر للسياحة. إذن أقرأ العنوان وألاحظ موقع الرجل بين صومعة حسان وساعة بيج بن، ثم أتوقع مضمون القصيدة. إذن العنوان هو كما قلنا مقامي بلندن. مقامي بلندن، والصورة بها صورة للندن، لأن ساعة بيج بن توجد بلندن عاصمة بريطانيا، وهذه صومعة حسن تزوج بالرباط بالمغرب. إذن ماذا أقول؟ يعيش الرجل بلندن وعقله وتفكيره معلق بمدينة الرباط حيث توجد صومعة حسن. إذن وأتوقع أن ينظم قصيدة، أن يكتب قصيدة حول حنينه واشتياقه للوطن. إذن يعيش الرجل بلندن وعقله وتفكيره معلق بمدينة الرباط حيث توجد صومعة حسان، وأتوقع أن ينظم قصيدة حول حنينه للوطن واشتياقه للوطن ولأصحابه. إذا هذه هي القصيدة مقامي بلندن. ساقني الدهر لامتطاء البحار واقتحام الأخطار في الأصفار، ورمى بي إلى مكان سحيق رغم أنفي مقيدا باضطرار. لم تكن هكذا ظنوني، وحقا ليس ينجو ذو غرة من عثار. إنني في أرض أراها كحلم أو كطيف لزمرة الزوار. وذاك والناس ينسلون إليها كل حين من سائر الأقطار. بعضهم للعلوم جاء وبعض يرتجي أن يفوز بالدينار. وأنا في الذين جاءوا إليها لتعاطيهم مهنة التجار. لم أجد فيها من ولي حميم أو نجي أبثه أسراري. وإليهم أحن دوما وأرجو ملتقاهم في ليلة أو نهار. تتلظى الأحشاء شوقا إليهم بجمار، ويا لها من جمار. قد جرت في أرضي حوادث شتى أنا عنها بمعزل متواري. يا أخي اللائذي شكاتي إليكم ودموعي من لؤلؤ الأشعار. إذن عبد الرحمن حجي عن كتاب أدب العربي في المغرب الأقصى للأستاذ حباج. نعم، نمر إلى ما هو مطلوب. إذن أقرأ القصيدة بطلاقة. أقرأ القصيدة قراءة هامسة يعني صامسة. أنشد القصيدة بالتناوي مع أصدقائي وصديقاتي، وأقتدي بإنشاد الأستاذ أو أستاذتي. أقوم قراءتي بمساعدة زملائي وزميلاتي تحت إشرافي أستاذي أو أستاذتي. هذا ستقوم به طبعا الحال داخل الفصل بحضور الأستاذ وبتوجيه من الأستاذ. إذن أفهم النص. أغني رصيدي. أربط العبارة التالية: ذو غرة بمعناها قليل المال، قليل الجهد، قليل التجربة. ما رأيكم أنتم؟ نعم، إذا الجواب هو قليل التجربة ذو غرة. غر يعني لا تجربة له. آتي بخريطة كلمة امتطاء. إذا امتطاء نوعها مصدر، اسم مصدر
معناها ركوب، ضدها نزول. نعم، من يعطيها لنا في جملة؟ امتطيت الفرس امتطاء الفارس. ونستعملها مصدر فعل مطلق، مفعول مطلق جاء لبيان نوع الفعل. امتطيت الفرس امتطاء الفارس. نعم، ماذا؟ قوموا باستنساخ هذه الأجوبة. نعم، إذن نمر. أفهم وأحلل. استهل الشاعر القصيدة بحديثه عن السفر، فهل كان سفره اختياريا أو إجباريا؟ إذا قلت إجباريا، ما هو دليلك؟ ما هو دليلك من القصيدة؟ وإن كان إجباريا، فما هو دليلك من القصيدة؟ إذن أنا أقول أنه إجباري، وها هو البيت الدال على ذلك. ورمى بي إلى مكان سحيق، رغم أنفي مقيدا بالاضطرار. إذا الجواب هو لا، عنده على معنى إجباري، وهذا هو البيت. إذا سألك الأستاذ فقل له هذا البيت: ورمى بي إلى مكان سحيق رغم أنفي مقيدا بالاضطرار. أختار الجواب الصحيح مما يلي: سافر الشاعر إلى لندن من أجل الدراسة، من أجل التجارة، من أجل التنزه. إذا دائما الجواب يكون خلال قصيدة. أين هو البيت الذي سيعينك على الجواب؟ ها هو البيت، هذا البيت هو: وأنا في الذين جاءوا إليها لتعاطيهم مهنة التجار. إذا جاء الشاعر من أجل التجارة. فهمنا، دارون نجاوبون نخلو لماذا. نعم، حدد الشاعر نوعين من المهاجرين إلى لندن، أذكرهما. إذن بعضهم للعلوم جاء، إذن النوع الأول جاء للعلم والدراسة، بعضهم للعلوم جاء، وبعض يرتجي أن يفوز بالدينار، والبعض الآخر، إذن النوع الآخر، للمال والدينار. إذن أضفى الشاعر على لندن صفات أذكرها أو أذكر بعضها. إذن أذكر بعضها، إذن هي لا تمشي صفات صريحة، ولكن نستنتج أن هذه، أن لندن أرض أحلام. إذن قال أنها أرض أراها كحلم، أراها كحلم. نعم، ثم الصفة الثانية أن لا صديق فيها، لا حميم فيها، لم أجد فيها من ولي حميم. يعني صفاته أن لا صديق فيها، فهي بلاد موحشة، موحشة أي أحس فيها بالوحشة وبالغربة. نعم، نمر إلى أستخرج من القصيدة ما يدل على ميل شوق الشاعر لوطني. الأبيات تتشابه، يعني في الغالب أن هذا الشاعر اشتاق يعبر شيقي لأصحابه أكثر. فهمت؟ يعني لم أجد يعني بيتا يعبر بصراحة، يعبر صراحة عن شوقه للوطن. هو يشتاق للوطن، ولكن من خلال القصيدة لا يوجد بيت يعبر عن ذلك صراحة، إلا هذا البيت قلت لربما: يا أخي اللائي ذي شكاتي إليكم، ودعموعي من اللؤلؤ من لؤلؤ الأشعار. يا أخي اللائي ذي شكاتي إليكم، ودموعي من لؤلؤ الأشعار. إذا اشتياقه لأصحابه موجود هذا، وإليهم أحن دوما وأرجو ملتقاهم في ليلة أو نهار. تتلظى الأحشاء شوقا إليهم بجمار، ويا لها من جمار. نعم، نمر إلى السؤال السادس. ورتب الأفكار التالية حسب ورودها في القصيدة: شوق الشاعر لوطنه، اضطرار الشاعر للسفر، أنواع المهاجرين إلى لندن. إذن الفكرة الأولى هي اضطرار الشاعر للسفر، ثم ماذا أيضا؟ حدثنا الشاعر عن أنواع المهاجرين
إلى لندن وبطبيعة الحال ثالثا شوق الشاعر لوطني. قال الشاعر أتذوق وأقوم، قال الشاعر ساقني الدهر لامتطاء البحار، أي ركوب البحار. فماذا يقصد بذلك؟ علما أن البحار ليست وسيلة نقل، هو قال أركب البحار، والبحار لا تركب يعني هكذا. فماذا نقول؟ هذا تعبير مجازي. ماذا يعني مجازي؟ ليس حقيقيا. فهو قال قولا يريد به شيئا آخر، عندما قال أمتطي وأركب البحر يقصد بها ركوب السفينة. هذا تعبير مجازي يقصد به الشاعر أو الكاتب ركوب السفينة. ألخص أفكار القصيدة في بضعة أسطر. ثانيا نقول اضطر الشاعر إلى السفر إلى لندن من أجل التجارة، فصدم بالواقع هناك حيث يظن أنها أرض الأحلام سهلة العيش. هنا حيث كان يظن أنها أرض الأحلام سهلة العيش، وقد صادف الشاعر نوعين من الناس، نوع هاجر من أجل الدراسة ونوع آخر من أجل العمل والمال، وقد عبر عن شوقه للوطن وأصحابه. طلبنا منا ترخيص فلا نطيل كثيرا، ترخيص مختصر في جميع الأفكار الواردة في النص بتلخيص شديد، وإذا شئت أن تطيل ولكن طلب منك التلخيص فلخص دون أن تغفل الأفكار الأساسية. ثالثا أذكر القيمة الوطنية التي تتضمنها القصيدة. لنكمل، أذكر القيمة الوطنية التي تتضمنها القصيدة. لن القيمة هي حب الوطن والتعلق أو التعلق به، حب الوطن والتعلق به. أبدي رأيي في أحاسيس الشاعر تجاه وطني. أحاسيس الشاعر صادقة نابعة من أعماق قلبه، وهذا حال كل المهاجرين المغتربين البعيدين عن أوطانهم وأحبائه. نعم، إذن كانت هذه الأجوبة على هذا الملخص. ثم قيمة وطنية، أخيرا رأيي في أحاسيس الشاعر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.